الشيخ بشكل عام هو ما عمله، عمله عمل إنساني. لماذا يتنصب هذا الشيخ؟ يتنصب لأجل أنه يحل قضايا الناس. وضع اليمنيين وضع مؤلم من بعد 2015. كثير من المرات نتحاور وبعد أن نكمل حواراتنا ونصل إلى اتفاقات ننقلب عليها ونتقاتل. أينما وجد البشر وجدت المشاكل، فأنت بحكم أنك شيخ يجب عليك أن تتابع أينما حصلت المشكلة، تقوم أنت السباق في إحلال هذه المشكلة. حقوق الإنسان هي متقاربة مع أعراف الدين الإسلامي. الإسلام مرتبط بما تريده القبيلة، القانون مرتبط بالقبيلة. سبحان الله، العرف القبلي طرحه البشر لمساعدتهم أنهم يتعايشوا مع بعضهم البعض. القبيلة في حضورها هي تصنع سلام في حماها، وهي كيان اجتماعي ومجتمعي فاعل. العرف القبلي هو جزء من القانون، يعتبر حتى الحكم بالعرف القبلي يعتبر بداية حكم. الشعب اليمني طابع قبلي، وعند انهيار الدولة تتدخل القبيلة. ما فيش حاجة اسمها النظام القبلي. النظام هو نظام الدولة الذي يبنى ويستوعب كل المكونات في المجتمع بكل تلاوينها القبلية وغير القبلية، لكن الوضع القبلي في اليمن حاضر وفاعل. هذا الكيان القبلي أنه سيكون له إسهام فاعل في صنع السلام والوصول إلى بناء الدولة إذا أحسننا التعاطي معه. الحلول بالعرف سريعة متقبلة في المجتمع، أقل تكلفة زمنية وأقل تكلفة مادية للمجتمعات. طبعاً النساء تلقائياً هم يمارسوا السلام، بعض النساء تمارسه كقيادة في إدارات مدارس. دائماً لو سألت المجتمع هل النساء مشاركة، على طول يقول لك لا، النساء ما تشارك في السلام، يعتبروا أن النزاع هو الثأر فقط. تكون أدوارنا في مجال مساعدة الآخرين في استيضاح أماكن الحلول. أخرجنا مئات الأسرى من صنعاء ومن مهرب ومن تعز ومن عدن ومعتقلين، يعني تجاوزون 3000. لو سألت أسير لشكالك ماذا حصل له داخل السجن لتعجبت. يعني الوساطة المحلية أطلقت أكثر من الوساطة الأممية يعني. ولو حصل لنا دعم لوجستي لاستطعنا أن نخرج الكثير من الأسرى والمعتقلين، واستطعنا أن نوقف هذا الحرب. دخلت في مشكلة هددت مدرسة كاملة بالغلق والاختلاف ما بين القبيلتين بسبب مشكلة بين فتاتين في مدرسة. أنا كفرد لا أملك خطط، ولكني أملك رؤى معينة أطرحها على الجهات المعنية وعلى الجهات الفاعلة. الشيخ يواجه مخاطر لأنه يسير ويجي في حل قضايا الناس في قطاعات قبلية، في استقطابات من أبناء قبائل يستقطفون الناس، ويصير هذا الشيخ ويواجه مخاطر. تبقى الشخصيات الاجتماعية المعروفة والتي لها ثقلها في المجتمع يذهب لها الناس للقبول، لأن الناس تقبلها، الطرفين يقبلها، المخطئ والمحق. قبيلة هي ذخيرة الحرب وهي أدوات السلام تستطيع أن تعمل منها. أدعو إلى بقية المشايخ ألا يكونوا صامتين في بيوتهم، يجب عليهم أن يشتغلوا في حقن دماء الناس، يجب عليهم أن يشتغلوا في إيقاف الحرب، يجب عليهم أن يشتغلوا في إخراج الأسرى والمعتقلين. نتمنى أنه بعد 5 أو 10 سنوات أن النساء تتزاحم في هذا الموضوع، والمرأة ممكن أن تكون صانعة سلام وكذلك الشباب. لا يمكن يأتي سلام بالبندقية.